قام سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي بزيارة إلى عدد من وحدات قوة دفاع البحرين. يرافقه سمو الرائد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وعدد من كبار ضباط الحرس الملكي، حيث كان في استقبال سموه قائد الوحدة وعدد من كبار الضباط. خلال الزيارة استمع سمو قائد الحرس الملكي إلى إيجاز من قبل قادة الوحدات اشتمل على خطط التطوير والتحديث وبرامج الإعداد والتدريب العسكرية التي تشهدها القوة الخاصة الملكية. ونقل سمو قائد الحرس الملكي لرجال هذه الوحدات تحيات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، كما شكرهم سموه على ما أبدوه من مهنية واحترافية عسكرية عالية وعزيمة وتحدي من خلال مشاركاتهم المستمرة ضمن قوة الواجب الخاصة التابعة لقوة دفاع البحرين والمشاركة في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وفي كل الواجبات الموكلة إليهم. كما نوه سمو عن الشكر والتقدير الذي يحظى به رجال قوة دفاع البحرين من لدن قيادة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مبينا سموه أن ذلك الشكر والتقدير مصدره البذل المخلص والعطاء الصادق من قبل هؤلاء الرجال وجهودهم القتالية العالية في مواقع عملهم المختلفة بالجمهورية اليمنية وانطلاقا مما يقومون به من واجبات وطنية بكل شجاعة وإقدام لنصرة الحق والدفاع عن أمن واستقرار أمتنا العربية وحفظ مقدراتها. وأشاد سمو قائد الحرس الملكي بالإنجازات المشرفة التي يحققها دائما رجال قوة دفاع البحرين والتي تأتي بفضل البذل والعطاء المتواصل والعمل الدؤوب المستمر في مختلف الظروف والأوقات. وأضاف سمو قائد الحرس الملكي أن رجال هذه الوحدة على استعداد دائم لحماية مكتسبات الوطن ومنجزاته الكبيرة ونصرة الأشقاء بجانب إخوانهم من مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، وذلك تنفيذا للتوجيهات الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين.